السلام عليكم الاصدقاء ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عدنا اليكم من جديد، ولاول مره غادي ندير لكم استوديو التحليلي ديال الدوري الاسباني. غادي نشوفوا مباراه ريال مدريد بعد الانتصار الكبير على فريق اوساسونا كتيبه زيدان. من بعد ما كانت في بدايه السنه كانت كتعيش ازمه سواء في النتائج او لا في الفريق، مي الحمد لله ريال مدريد رجع بقوه ورجع دابا كيتصدر البطوله الاسبانيه. اصدقاء ديالي، سمعنا باللي زين الدين زيدان دار واحد الاكسيده، مي الحمد لله دازت عليه طريفه. زيدان الانسان الخلوق، يعني الانسان العربي الجزائري اللي كنتمنوا له مسيره موفقه مع ريال مدريد. اصدقاء ديالي، غادي نخليكم مع التحليل ديال المباراه، وعطيونا الاراء ديالكم من خلال التعليقات، ما تبخلوش علينا بواحد لايك، خليكم معنا ونتلاقاو في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله. اصدقاء ديالي، كنتمنى يكون عجبكم التحليل ديال المباراه، باش تالي عجبكم هادشي ان شاء الله. بقاو ديروا دائما التحليل ديال المباراه ديال الدوري الاسباني سواء ريال مدريد برشلونه الفرق الكبيره ان شاء الله. لا نقول لكم الاصدقاء ديالي، تهلاو بيا براسكم بزاف، كنتمنى تشوفوا ان شاء الله في شي فيديو باحسن من هذا. كان معكم فوق مروان بون كيحبكم. السلام عليكم.